مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حدث هذا اليوم على قناه التاسعه. اليوم باش نحكيو على المحكمه الدستوريه. شنو هي المحكمه الدستوريه؟ شنو المهمه نتاعها بالضبط؟ وعلاش التوا ما تمش ارسال المحكمه الدستوريه رغم انه الدستور والقانون يقول انه يلزمها بعد عام الانتخابات التشريعيه اللي هي في 2014 يتم ارسالها؟ شنو الاسباب اللي تخلي اليوم هذه المحكمه باهميتها؟ طبعا نعرفوا شنو الاهميه نتاعها التولة تعملت في تونس. نحكيه في الموضوع اليوم مع ضيوفي طارق لفتيتي النائب في البرلمان. سي طارق مرحبا، اهلا وسهلا بك. صح شكرا بك. وانت مسؤول في اللجنة الانتخابيه بمجلس النواب الشعب اللي فيها باش يتم فرز الناس اللي باش تكون اعضاء المحكمه الدستوريه. تم فرز وتمت احالتها على الجلسه العامه باش نعرفوا بعد شكون هم الناس هذوما وعلاش تم تعطيل شويه في المساله هذه. على ذمتك. يرافقني سي جوهر بن برك استاذ القانون الدستوري. سي جوهر مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. الحمد لله. نحكيوا على حاجه مهمه برشا، نحاولوا نفهموها زاد كيف كيف للتواسه، شنو اهميه المحكمه الدستوريه؟ هذا كل بعد شويه في حدث هذا اليوم ان شاء الله. مريم اهلا وسهلا بك. مرحبا، اهلا وسهلا. تحياتي. تحياتي وتحياتي لكل مشاهدي قناه التاسعه. وباش نحكيوا في الجزء الثاني على لجنه باش تعمل زاد في البرلمان للتحقيق في مساله هذه القائمات السوداء. هل تعملت اللجنه ولا الساعه المفروض هي اليوم تعمل؟ وشنو مهمتها؟ لانه ثم قائمه خرجنا منها، وشنو الاسباب؟ هذا كل مع ضيفنا ايضا باش يلتحق بينا بعد شويه ماهر جعيدان، رياض جعيدان النائب عن في البرلمان، باش نحكيو في التفاصيل. ايضا من بين ضيوفنا باش نحكيو مع سعيده قراش المستشاره والناطقه الرسميه لرئاسه الجمهوريه. عندك يظهر لي اضافه. وبالصدفه انا عضو في لجنه التحقيق البرلمانيه تاع التصنيف. حاجه باهيه، نفصلوها نفصلوها الحكايه. لجنه التحقيق هذه في البرلمان وش بها لتو؟ معناها الناس عم حطتنا في القائمه السوداء ونحن مازلنا نحقوا. على كل اخبارنا كالعاده مع ياسمين. مرحبا ياسمين. مرحبا يا شاكر، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. باش نحكيو على ظاهره قاعده كل مره وتزيد، ظاهره حرق المبيتات. اي أيوة، ما عادش نجموا نحصروا قداش العدد هو. اليوم نحكيو على ولايه القيروان ونحكيو على الفجر على حريقه بمبيت الذكور باعداديه 1994 بمدينه صبيخه من ولايه القيروان، رغم عدم تسجيل خسائر بشريه لكن كل شيء تحرق في المبيت اللي يأوي 31 تلميذ. القيم العام اللي يسكن مع التلامذه نجح باش يخرجهم لكن الضر هو في المقابل، لحسن الحظ كانت حروق طفيفه. الجديد هو فما انه أربعة تلامذة اعترفوا بأنهم حرقوا المبيت من بعد ما شروا مواد سريعة الالتهاب، والنيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل إضرام النار عمدا بمؤسسة. زملائهم تلامذة قراوا اليوم الصباح في توقيتهم العادي حسب مندوب التربية بالقيروان نور الدين النوري اللي قال زادا أنه فما مبيت بديل جاهز ومهيأ باش يباتوا فيه تلامذة حتى تكمل صيانة المبيت القديم. خلينا نسمعوا التصريح نتاعو المندوب التربية في القيروان. أضرار كانت في المبيت في مستوى التجهيزات ومستوى البناية. عندنا سيناريو بديل وسريع هو إعداد مبيت في معهد السباحة. تم تجهيزه والآن جاري تجهيزه، مش نتسلموه مع نصف النهار إن شاء الله اللي بات فيه تلامذة. في المقابل عندنا مقاول يدخل العشية إن شاء الله بعد ما تكمل الشرطة الفنية تحقيقاتها، يدخل لتجهيز وتهيئة المبيت من جديد إن شاء الله في أقرب الأيام يسترجعوه ويرجعوا تلامذة لمكانهم الطبيعي. نحكيو على رد فعل وزير التربية شاكر حاتم بن سالم اللي وصف العملية هذه أو وصف عملية الحرق بالعملية الإجرامية وقال إنها تمت بفعل فاعل وفق الأبحاث الأولية وفيها استهداف واضح لأبناء العائلات المعوزة بالأساس. حريقة كما قلنا ما نجموش نحدوا الرقم نتاعها، يمكن نحكيو على 7 ولا 8، خاطر نشوفوا في الأسابيع الأخرانية من فيفري كانت فما 6 حرائق في قصرين، في سليانة، في سيدي بوزيد، في القيروان وفي قفصة، واليوم في صور المبيت والحاله اللي هو فيها. هو على كل ساق بكل شيء خلينا نحيي القيم العام اللي معاهم اللي كان بيت معاهم واللي قام عمل بطولي باش ينقذ التلامذه وتضر هو مسكين. يعطي الصحه بصراحه ساق بكل شيء. معش طارق انت معناها ولد القروان، ولد عندك ولد المنطقه، معش عندك تفاصيل ساعه على الحادثه هذه. عندي تفاصيل وانا ناكد لك اللي توا السيد والي القيروان والساده مسؤولين ومسؤولين محليين توا مازالوا في السبيخه، وتوا كنت قبل ما ندخل الحصه كنت نتكلم معاهم بالهاتف وكنا نتابعوا مع اهلنا ويعني ومسؤولين القائمين غاديك. فاجعه جديده للاسف شاكر، هات نرجعوا ساعه شويه التالي. هي فما موضه مره حرق المزارات والولية بعد حرق الغابات، اليوم الظاهرة الموضة تاع السنة حرق المبيتات، هذه المرة الخامسة ولا السادسة. القروان هذه الثانية ساعة ماتوا زوز بنيات في تيلة الله يرحمهم. إلى متى؟
وكل مره يمكن بفعل فعل، كان بفعل فعل اذا كان فما شك. المره هذه بالفعل فعل انا عملت تدرج باش نوصل معناتها متعمد الحق للامانه. اذا كان هي فما شك انه فما بفعل فعل الحرائق هذه، كان يجب اخذ الحيطه واخذ يعني الامور على محمل الجد. يلزم معناتها حمايه تاع مبيتاتنا. تعرف شاكر كان جاء في مبيت اخر، عندنا زوز مبيتات ما نجمش نقول في القروان وتقارير الحمايه المدنيه تاكد. صدقني اي شراره نتاع نار تقضي الله لا يقدر على يعني اولادنا الكل. لان وضعيه المبيتات اللي تحكي عليها هذه مفزعه. معاهد قديمه ياسر. على ما تقولش عليهم سامحني، انا بالعكس انت تنبه. هاوت علاش؟ هاوت نعطيك علاش. لانه صارت جلسه في الولايه والتقارير موجوده وتوا مطالبين ب يعني اصلاح الاخلالات هذه. اليوم وقت نقول لك شاكر اللي اليوم في مبيت تلقى ديما طلع القدم ماهمش مطيشين موجودين، معناتها اي تنسال نتاع نار شنو ما قال المبيت هذاك؟ نيجي تحرق والله اعلم شنو ما عادش فما مجال لتلامذتنا باش ينجموا يهربوا، اليوم نحيوه الساعه. القايم سيد القايم اللي هو ضر، لكن هذا بطل من ابطال السبيخ وانقذ يعني تقريبا اولادنا من محرقه. الضر هو الضر هو لاباس، حروق طفيفه مشكور وحنا ما عندناش مشكله، هو عنده امانه بنيات، هذاك هو التونسي راهو التونسي راهو يضحي في خدمته بالكل فهمتني. اما انا توا نحب نمشي للمساله. دابا مجال امن تقريبا المعطيات اللي عندي اكتشف انه فما يعني الولاعه وفما معناتها سكب ماده قابله للاشتعال، تم الشك حصر الشبهه في ناس معينين وحاليا فما اربع اعترفوا بالرحل. مسائل اخرى كيف كيف نتحفظ عليها لان ما نجمش ناخذها بالهاتف من وراء يعني اللي هي عمليه مدبره، هل هي عمليه طفوليه يعني بالمعنى البسيط باش ما نقراش، او فما اطراف اخرى وراءها. هذا من بعد شو انت عندك معلومات اليوم انه ثم ناس وهما اللي حرضوا صغيرات هذوما والتلامذه باش يحرقوا المبيت؟ للامانه ما عنديش، لانه حتى نكلمهم ونتواصل معاهم ما ينجموش يعطوك معطيات بالهاتف. تعرف اليوم الهاتف وكل فهمني، ما نجمش يعطيك. كان جيت على عين المكان راني ناخذ المعطى الاصلي، انا ننزه كل شيء. لحد الان الثابت انه العمليه بفعل فاعل تلامذه اليوم تم الاحتفاظ بهم. ما عدا ذلك لا نجم لا ننفي ولا ناكد شكون الاطراف الاوراق. لكن هوني خلافا على الواقعات اللي صاروا اللي قبل الحرق ما قاوش فاعل، اليوم فما فاعل يعني باستجوابه وباستنطاقه نجموا نعرفوا انه يعني تم تحريضهم، والا يعني هما وحدهم خذوا القرار هذا كيف ما قلت باش ما يقراوش. اما ما نتصورش باش ما يقراوش لانه كل يوم ولينا نشوفوا في مبيت يتحرق. دوك اليوم استجواب الناس اللي تم ادانتهم ولا هما استعرفوا انهم هما يعني قاموا بهذه الفعله حاجه ايجابيه على الاقل باش تقف الحكايه. هي ما باش ناخذ تعليق سي جوهر، لكن باش نقف على زوز مبيتات اللي حكيت عليهم انت وضعيتهم ما تعجبش. اليوم وقتاش تدخلوا فيهم زوز مبيتات هذوما اللي هما كيما تقول انت اقل تنسالي نجم تصير لا قدر الله كارثه؟ بالضبط. هذه الاجتماع صار في الولايه، تقرير حاضره، مشكورين الاخوه في الحمايه المدنيه درجه مع جاوي الحمايه المدنيه بالقيروان خدمتها وكانت لها من الشجاعه باش اعطاتنا التقارير هذه. تقول المعهد الفلاني والمعهد الفلاني راهو كارثه باتم معنى الكلمه وغير معناتها مسموح ان نستهان. شنو يلزم؟ يلزم اليقظه، يلزم الحراسه اذا كان ولد نحكوا تعمد يعني حرق المبيتات. اليوم راهو الصبيخه بالصدفه لقينا معناتها معوض انه باش يخلوا تلامذتنا. هي ما نخاف انه يصير كما صار في تالا يظهر لي التقارير تاع الحمايه المدنيه عامين وثلاثه وما ينبهوا فيهم، راهو المبيت هذا راهو وضعيته ماهيش باهيه، راهو في اي وقت ينجم تصير فيه مشكله. والولايه والسلطات الجهويه ما وكانها مش موجوده، وحتى وزاره التربيه اللي هي مسؤوله مباشره معناها ما دخلتش. وشفنا الكارثه اللي صارت وربي يرحمك وجدنيات. هي كان من المسكوت عنها. شكرا لك صحه في التساؤل نتاعك السيد الوالي. للامانه كل حد نعطيه حقه. وقت اللي صار الحرق نتاع بيتيلا هو اللي فيق الناس بالعمليه. السيد ولي القيروان جمع المسؤولين والمتداخلين الكل في العمليه هذه، الحمايه، المندوبيه التربيه، كل من الاطراف المتداخله في العمليه هذه وجمعهم وعملوا تقاريرهم. انا تفاجات صراحه بالتقارير اللي حضرتهم الحمايه المدنيه وما تكون في حال ذهول، يعني الله لا يقدر كان صارت العمليه في زوز المعتمدات هذوما، كارثه بصراحه لابنائنا ولينا خايفين على ابنائنا. كان علاش نقول انا نتحفظ؟ كان نعطي المعلومه يهندر البو مازال يبعث ولده للمبيت ولا ما يبعثش. وقتاش باش تدخلوا في زوز المبيتات اللي قلت عليهم انت تو ما حبش تذكر اساميهم؟ اللجنه مازال ديما مجتمعه والتقرير حضر، واليوم على ناكد لك على هذه غدوه باش ترجع اللجنه. يا اما يتوقف يا اخي انا ولدي ما يقراش ويبقى لي حي خير من نبعث الى محرقه، خليني نوصفها محرقه مش كما هي بالضبط. جوهر في خضم الاحداث هذه سته مبيتات
في أقل من شهر تقريبا إذا كان معلومتي صحيحة ياسمين، ستة مبيتات، ستة حوادث في القصرين وسليانة وسيدي بوزيد والقروان وقفص. شو اللي قاعد يصير؟ حاجة غريبة يعني بكل صراحة، حاجة غريبة. وفما على كل حال مهما كان نرجع نقول بعض الكلمات حول المشتبه فيهم، ولكن مهما كان الملاحظة الأولى تتعلق بالتراخي الأمني. يعني احنا نتحدث على أحداث متواترة تهم مبيتات واضحة، نفس الأسلوب الإجرامي، نفس الأدوات الإجرامية، يعني حرق مبيتات باستعمال سوائل ملتهبة وإشعال النار وأضرامها في المبيتات. توا حادث يتعدى على إهمال، حادث آخر يتعدى على نسيان، لكن ستة حوادث في الشهر اللي فات وتوا حادث آخر في ولاية القيروان متشابهة، أعتقد أنه فما تراخي أمني كبير. يعني فما استهداف للمبيتات، مبيتات التلامذة وعلى قوة الأمن. نحن شفنا على ما تقولش وضعية المبيتات في حد ذاتها، أنا جاي ما تستبغنيش، جوست نحب نحدد المسؤوليات واحدة تلو الأخرى. البلوز أورجون توا قبل ما نتحدثوا على وضع المبيتات والوضع الكارثي للمبيتات وانهيار يعني المرفق العام هذايا، فما اون أورجونس ساعة نتحركوا لحماية المبيتات، أن نكتشفوا احنا نشوفوا الأمن متاعنا لجرائم أقل خطورة بكثير من هذا. في 24 ساعة يفرك الجريمة ويجيب الفاعلين ويهبطهم الكل ويبحثوا ويتعدوا على المحكمة في جرائم تافهة. يعني ومش بالعود هذا، يعني بالتكرار هذا. لابد اولا ان تتحرك الان وزاره الداخليه خطه لحمايه المبيتات، لحمايه المبيتات التلامذه في كامل ولايات الجمهوريه للمراقبه. اكيد انه العمليه اذا كان ما تصيرش بالطريقه هذه مش تتواصل، مش يصير حاجه معناها محاولات اخرى. في المحاولة الأولى ولا في الحادثة الأولى خسرنا زوج بنيات، كل الحوادث اللي بعدها ما خسرنا فماش خسائر بشرية الحمد لله، ولكن تنجم تصير في أي وقت خسائر بشرية وربما أفدح من هذايا. يعني أول تحرك لبلوز أورجون أن وزارة الداخلية تضع خطة سريعة لحماية المبيتات. المسألة الثانية هي وزارة التربية، مسؤولية وزارة التربية على أنه المبيتات هذوما سيبا ماشي ملاجئ، هي يعني يعمل سقف ولوح الصغيرات. الصغيرات مسؤولية، فما إجراءات وقائية وحمائية يجب أن تتوفر، فما ديكاي تشارج. نعرف أن الحماية المدنية التونسية تعرف تأمن الأماكن العامة هذه، لو أنه ليزيتابليسمان يطبقوا التعليمات متعلقة بالوقاية والمتعلقة بالحماية. يعني فما تراخي كبير من وزارة التربية في حماية أبنائنا، في احترام قواعد الحماية والسلامة الأساسية، على احترام تعليمات الحماية المدنية سواء كان في المدارس أو في المبيتات أو غيرها من المرافق العمومية، وراو نجموا ناخذ أمثلة أخرى كثيرة. المسألة الثالثة، الملاحظة الثالثة هي تتعلق ب علاش شكون قاعد يعمل شيء مصلحة شكون؟ شكون مصلحة شكون؟ أنا نتصور أنه في مصلحة حتى حد. وبكل صراحة أنا نستبعد أنه يكون وراء هذه العمليات جهة منظمة ولا قوة سياسية ولا، لا أعتقد أنه فما من السياسة من وحدها هكا في لا أعتقد أنه بخلاف الإرهابيين والجماعات الإرهابية، لا أعتقد أنه في تونس هناك سياسيين بهذا المستوى من الإجرام. نعرف أنه فما إرهابيين ارتكبوا جرائم في تونس وملاحقين، ما عدا هذا كل القوى السياسية في تونس نعرفوها ونعرفوا أنه تنجم تكون أحيانا عنيفة شوية، تنجم تكون، ولكن لا يوجد حسب رأيي حسب قراءتي للخارطة السياسية من القوى السياسية يصل إلى هذا لهذه الدرجة من الإجرام، أنه يحرق مبيتات تلامذة وليدات صغار، معناها بنيات صغار، أنه يشعل النار في التلامذة. أنا ما نشوفش في الخارطة السياسية شكون وراء نجم يكون وراء الإرهابيين. نجم يحب الفوضى إلا الجماعات الإرهابية، يعطيك صحة. يعني إذا كان هذا هو الأمر، إذا كان هذا هو الأمر، فإنه العمليات هذه ما عادش عمليات إجرامية ولا عمليات إرهابية، وهذا يعني أنه تراخي الأمن يصبح مضاعف. يعني نتحدث على شبهات نتاع عمليات إرهابية والأمن ترك الأمر يسير ويتكرر بشكل دائم أخطر. يعني وإن كنت لا أعتقد أنه فما يد مباشرة لجماعات إرهابية، أنت وافقت طارق لفتيتي كي قال هو إرهابيين، لأنك عندك معلومات مؤكدة اليوم من تحقيق كل صدق مو شاك تعرف لي.
كانت عندي الموت نعطي أنا, أنا بتحفظ سمحني جوهر خطري بكل قصيدة رجوع. أنا فما خوف اللي سمعته كان جيت على عين المكان نعطيك حاجة مانيش واثق فيها ما نحكيش فيها معناتها تماما، لكن ثم حاجة كل حدث ما عنديش المعلومة ما نجمش ناخذها بالهاتف، راهو مشكل اليوم والشيء الأكيد يلزم خطة عاجلة في الموضوع هذا. أما أنا موافق جوهر راهو يخافوا اليوم ما يبعثوا صغيرات وزاد كيف في البيتات، لكن نحب نأكد راهو حتى كي بديت بالأول حتى حد بكير يظن أنه نوصل لدرجة أن نحرق أبنائنا، لكن هذوما جماعة ظلميين ما عندهمش أنا بارير. أنا سأبعدها المسألة من ناحية أخرى، أنا لا أعتقد أنه اليوم الجماعات الإرهابية الموجودة في تونس عندها قدرة وحرية التحرك حتى أنها تنظم عمليات من نوع هذا. أعتقد أنها محاصرة، أنها موجودة في مضيق عليها الخناق بشكل كبير، أن امداداتها اللوجستية محدودة. طيب من تعطي هذا تقول الجماعة الإرهابية وبعد تنفي أنه تكون جماعة إرهابية؟ قلت الجماعة الوحيدة اللي عندها هذا القدر من الإجرام واللي تنجم توصل إلى هذا القدر من الإجرام هي الجماعات الإرهابية. لكن ما يعنيش هذايا الحجة هذه، ما يعنيش هذايا أنه الجماعات الإرهابية عندها القدرة على الفعل، وربما تكون عندها الإرادة في الفعل، ولكن ليس لها حسب رأيي الآن القدرة على في الفعل. وفي كل الأحوال سمحني سيجوز، وهذا يهزني للملاحظة الأخيرة، هو أنه الأرجح حسب ظني الأرجح هما أنه العمليات هذه قاعدين يقوم بها تلامذة يسكنوا في المبيتات هذه، ربما بشكل طفولي، ربما بشكل يتعلق بازدراء من ظروف العيش اللي عايشين فيها، لأنه يعني لازم تمشي وتشوف كيفاش التلامذة هذوما مفارقين أهاليهم وعائلاتهم وبعاد ويعيشوا في ظروف مزرية في ديفويي، حالتهم مزرية، يرقدوا على الموس مازالوا ما عندهمش أدنى مقومات الحياة يعني الكريمة، وربما بين الطفولية والحياة الصعبة اللي يعيشوا فيها في الواحد خرجت موضة بعد ما تم حرق تحرق يعني تقول أنت في تالة ولاو يتبعوا صغيرات يتبعوا باش تحط عليهم الإعلام باش يولي يتلهوا بهم ويشوفوا وضعيات المبيتات. لا مشي باش ما نعتقدش أنه عندهم يعني خطة سياسية ولا يفكروا بالشكل هذايا، هي مزيج خطة سياسية، مزيج بين الطفولية يعني فما يحرقوا في تحرق المبيت هذايا نحرقوا هو على كل خلينا نلخص الكلمة سي جوهر، ظاهر أنه تلامذة هذوما لأنه اللي حرقوا في القروان اليوم هم أربع تلامذة مفهوم أربع تلامذة ظاهرين أنهم يكرهوا المبيت ظاهرين أنهم كريهين. على كل هو باش نلخصه هو راهو حتى إهمال صغيرات وإهمال الوضعية متاع المبيتات اللي عايشين فيها هو في حد ذاته جريمة واضح باش نبداو واضحين والناس مجرم كل حد يتحمل مسؤوليته. جوهر حكي على الحماية دور الأمن صحيح، لكن دور مؤسسة شكون يحرسها؟ كنا قرينا في المؤسسات وعندنا شكون قراو معنا بياتك، كان فما حارس وفما حارس ليلي وفما القيم. إيه هو القيم العام قام دوره صح. أنا نحب نرجع للمسألة الأمنية، راهو أنا شخصيا من سبعة حتى فرضي الثقة اللي عندي في الأمن عنده أربعة موقفين الأبحاث تاخذ مجراها تو نعرفوا يعني شكون مسألة وقت مسألة وقت تنتفي الفرضيات تنتفي يعني الفرضيات سنقف مع تحقيق فبعد نعرف النتائج المسؤول الحقيقي من أطراف ولا من خلينا نتعداو إلى موضوع آخر يا سي جوهر. عندها شهر الجاي مفروض أن يكون عندنا نتائج بالتحقيقات ناخذوا التفاصيل إذا كان ثم تفاصيل. خلينا نتعداو إلى خبر آخر سامحني سي طارق، ارتفاع جديد لنسبة التضخم ياسمين. نحكيو على نسبة التضخم عند الاستهلاك اللي ارتفعت ووصلت في شهر فيفري 2018 مع الشهر اللي تعدى ل 7.1% بعد ما كانت في الشهر اللي قبل نحكيو على جان في 2018 في 6.9%. المعهد الوطني للإحصاء اللي خرج البارح الرقم هذا فسر الارتفاع بتطور نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، نلقاو نسبة 9.6% في فيفري مقابل 9.5% في الشهر اللي قبل معناتها في جان في 2018، وارتفاع مجموعة النقل ب 5.9% مقابل 7.8% كيف ديما مقارنة بين شهر فيفري 2018 وجان في 2018. وهذا كان منتظر بأنه الأسعار ارتفعت بعد الزيادات زاد كيف اللي في قانون المالية، كان منتظر نسبة التضخم هذه. الحقيقة هو أنه فما مغالطة كبيرة يقوم بها معهد الإحصاء عمدا والحكومة عمدا في أنها تغالط في الشعب في نسبة التضخم. كيفاش؟ نسبة التضخم تفوق بكثير هذا حتى هذه مش شوية رأي 7.1 لا 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 بكثير معناها تفوق 13%. هذا المختصين ورجال الاقتصاد يقولوا أن النسبة الحقيقية للتضخم تفوق 13%. كيفاش حسبتها سي جوهر؟ مش أنا حسب، أنا ما حسبتش، قلت لك مختصين، أنا نقري في المدرسة العليا للتجارة وعندي زملائي مختصين في الاقتصاد، لما تفهم كيفاش يحسبوا
لا تكنيك نتاع لو كالكول نتاع الانفلاسيون تفهم علاش انه النسبه هذه 7% ماهيش 13 و14 لانه يحسبوا على البانيي سكون ابل لو بانيي والبانيي اللي يحسبوا عليه يعني ياخذوا مجموعه من من دي برودوي ويقعدوا يعدلوا عليهم يحسبوا عليهم طلعوا ولا هبطوا اغلب ما موجود في البانيي هما اسعار مواد مدعمه اسعار مواد يعني قاره ما تتحركش كما الخبز كما المقرونه الى اخره يعني ما يحسبوش المتغيرات في السكن وفي الملابس يعني الحقيقه هو انه هاو حسبوا التوف على مجموعه الملابس ولا سيدي معناها سيدي راسيو وفات سيدي راسيو لما نعبي انا البانيه بالمواد اللي ما تتحركش اسوامها سواء دي بري اومولوجي سواء دي بري مدعمين الى اخره وندخل جزء جزئيا السكن وجزئيا الملابس وجزئيا التنقل الى اخره يعطينا هذا الانفلاسيون مش متحركه ياسر ويعطينا دي شيفر با في الانفلاسيون صحيح سوم الخبز ما ارتفعش لكن سوم الكرا ارتفع ياسر صحيح انه سوم المقرونه ما ارتفعش برشا ولكن سوم الهاتف مثلا ارتفع برشا يعني ما نحسبوش البانيه en fonction des besoins réels نتاع التوانسة et le vécu réel نتاع التوانسة التوانسة اليوم ماهمش ماناش شعب قاعدين ناكلوا في الخبز والمقرونة ونرقدوا تحت شمعة لما قاعدين نحسبوا في الطاقة ولا مانيش نحسبوا نحسبوا في الضوء ولا مانيش نحسبوا نحسبوا في السكن ولا مش الخضرة والغلة كيف كيف راهي قاعدة تزيد هذوما لا ميثود اللي نحسبوا بها البانيي باش نحسبوا نسبة التضخم سي دي ميثود بيزي سي دي ميثود اللي يغلطوا التوانسة في نسبة التضخم على كل المعهد الوطني للإحصاء والمطالب التوضيح فيها وعلاش المغالطة هذه لأنه ارتفاع الأجور يزم يتوافق مع نسق التضخم باش ما يزيدوناش الشاري ونقعدوا نفقروا من عام لعام وهذا اش قاعد يقع لنا للطبقة الوسطى قاعدة تتفقر عام بعد عام نحسبوا أن بانيي غلط بيزي باش نسبة مثلا نزيدوا نسبة ارتفاع الأجور بخمسة ولا ستة في المئة اللي ما اللي هي مش موافقتك مريم في النقطة هذه مع المقدرة الشرائية هني كي نحكيوا على ارتفاع الأجور هني الادابتاسيون تصير مع قدرة المقدرة الشرائية هذيك هي الانفلاسيون هي التضخم المالي تتحسب بالمقدرة الشرائية نحكيوا على المقدرة الشرائية يعني نحسبوا البانيي تاع كونسوماسيون باغ ميناج استهلاك في المنزل في المفاوضات الاجتماعية بين الدولة والأطراف الاجتماعية هناك اتفاق ضمني وعنده سنوات هو انه فما زيادات آلية تقع في الاجور اون فونكسيون من نسبه التضخم في علاقه بنسبه التضخم لا 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 لا, لا بنسبه التضخم اللي هي نفسها سي لا ميم شوز نسبه التضخم لما نقلوا من نسبه التضخم فيه لاوس ارتفاع الاسعار هذاك اللي اثر على القدره الشرائيه باش ما تنهارش القدره الشرائيه امام التضخم فانه نعدلوا في الاجور بشكل دوري وبشكل آلي التعديل في الاجور هذا يتم توا بنسب بين 2 و3% على اساس نسبه التضخم 2 و3% في حين ان نسبه التضخم الرسميه هي 7% ونسبه التضخم الحقيقيه فوق 13% على كل المعهد الوطني مطالب بالتوضيح على كلامك هذا يا سي جور شو المفاوضات بين الجامعة العامة ووزارة التعليم العالي شنو كما قالها ياسمين هي البارح اللي صارت قعدت لليلة أو للعشية مخر الجلسة التفاوضية اللي جمعت وزير التعليم العالي مع وافد وزاري والأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي البغديري ووفد عن الجامعة العامة للتعليم العالي الجلسة هذه فشلت شاكر الجامعة العامة للتعليم العالي أصدرت بيان قالت فيه إنه الجلسة استمرت 6 ساعات تقريبا لكنها فشلت فيما يتعلق بمنحتي العودة الجامعية ومنحة التحفيز الجامعيين المشتغلين في الجامعات الداخلية والنائية واللي هي من أهم المنح الواردة في اتفاقيات سابقة بين زوز أطراف مقابل هذا تم الاتفاق مبدئيا على بعض النقاط الفرعية الواردة في اتفاقات سابقة كما منحة التنسيق البيداغوجي وتيسير شروط إحداث هياكل بحثية بالجامعات الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتمتيع التكنولوجيين والمبرزين بعطلة بحثية خالصة الأجر الشنطيات كل محلولة في الصحة في التعليم العالي في وزارة التربية في كل بلاصة ثم اليوم مشاكل كبيرة أما قبيلة وزير الصحة شاكر قال فما بوادر انفراج للأزمة مع الأطباء الشبان قال في الساعات المقبلة علما شاكر أنه قطاع التعليم العالي هو القطاع الوحيد من 2011 لم يتحرك أبدا سأنت مضرب رجعتش العداد ولا ما يعنيكش الإضراب لا مازال ما عندناش إضراب التعليم العالي نك أي أنا مخرج في الاتحاد العام التونسي للشغل دونك مش في النقابة الأخرى دونك ماناش في منظومة حجب الأعداد لكن ماشيين لها ماشيين الناس كل معناها النقابة كل مش تتفاهم في الأخر لأنه هذا القطاع الوحيد اللي عمره ما عملنا إضراب
عمرنا ما طالبنا بزيادات من 2011 الى يومنا هذا. يعني المره هذه طالبين 150% زياده راكم. لكن ياسر يعني مش شويه 150% زياده ياسر. نقول لك علاش؟ لانه السبب بسيط، هو انه عندنا 7 سنوات تاخر بالنسبه للقطاعات الاخرى. قطاعات الاخرى اضربت وتحصلت على زيادات مره واثنين وثلاثه واربعه. اثنين عندنا قوانين يلزم احترامها، احنا عندنا سلم التاجير، احنا منظرين على قطاعات اخرى كما قطاع القضاء المهندسين الى اخره. القطاع القضاء تحصل على زيادات كبيره، راهو في مرحله ما من تاريخ تونس كانوا القضاه يطالبون بالتنظير مع الجامعيين، فنظروا مع الجامعيين ولينا ولا اليوم انتم العكس تحبوا تنظروا، تحبوا ننظروا مع القضاء، يعني هربوا. علاش؟ لان احنا تحملنا مسؤوليه وطنيه. التعليم العالي ما حبش يدخل في سلسله شل يعني المنظومه الجامعيه في سلسله اضرابات ومطالبات بزيادات الى اخره. كنا لما فرد لما السلطات العموميه مش تفهم روحها وتستجيب لحاجيات الاساسيه للاستاذ الجامعي وللجامعه، ولكنها إيه ما كان طلبته بشويه خير من عزوزه مهمه قرص باش نطلع في السقف سي نورمال 150% راك مطالب اليوم انت في زياده. احنا طالبين ما يمكننا من التنظير مع سلم الاجور بقيه القطاعات، لا اكثر ولا اقل. واضح تطبيق القانون لا اكثر ولا اقل. واذا حقكم به هل عرقلت المحكمه العسكريه عمل الهيئه الحقيقه والكرامه يا سمير؟ هو اليوم الاجابه جات في المؤتمر الوطني حول تحقيق اهداف العداله الانتقاليه دور مؤسسات الدوله والمجتمع المدني في مرحله ما بعد هيئه الحقيقه والكرامه. رئيسه الهيئه سهام بن سدرين كانت حاضره مع عميد المحامين عمر المحرزي ورئيس الاول لمحكمه التعقيب الهادي القديري وعضو مجلس النواب سمير الديلو والخبير الاقتصادي في منتدى الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه عبد الجليل البدوي، ومعهم زيد ممثل المفوضيه الساميه للامم المتحده لحقوق الانسان في تونس مازن شقوره. مسير الجلسة الافتتاحية كان خبير وحيد الفرشيشي وطرح على سهام بن سدرين سؤال على الصعوبات والعراقيل اللي واجهتها الهيئة. من الأسباب اللي قدمتها سهام بن سدرين هو رفض المحكمة العسكرية مد الهيئة بالملفات والمتعلقة خاصة بقضايا شهداء الثورة وجرحها. هذا تصريح ومعطيات أكثر قدمتها اليوم سهام بن سدرين في المؤتمر الوطني هذا. اللي ملفات اللي معناها قريب نكملوا فيها ما بقاش حاجة كبيرة فيها، ملف نتاع الثورة وأحداث الثورة وجرح الثورة وشهداء الثورة. ما كناش نتصوروا اللي على مدى عام وحنا نطلبوا في الملفات من المحكمة العسكرية والمحكمة العسكرية ترفض مدنا بهالملفات. هو الحقيقه في التعامل معنا ما يجيكش يعطي رفض صريح، يقول لك لا انت توجهت لرئيس المحكمه لا ويزمك تمشي للوكيل العام تبع عاود تطلب الوكيل العام، يجي الوكيل العام يقول لك لا راه مش انا يزمك تطلبني، يزمك تطلب الجهه الفلانيه الاخرى، ويبعثوا فينا كل مره للجهه. كنا حكينا شاكر قلت سمير ديلو من بين الحاضرين دونك اليوم في الجلسه الافتتاحيه واللي هو زيدا ذكروا وزير حقوق الانسان والعداله الانتقاليه سابقا. ديلو حكى مثلا على اهميه العداله الانتقاليه كاساس من اسس الانتقال الديمقراطي، لكنه اقر بوجود من لا يؤمن بالعداله الانتقاليه، من شكون مثلا يقول افرزتهم انتخابات 2014 وحاضرين في المجلس، انتقد زيدا تمرير قانون المصالحه. هذه اليوم التدخل او هذا التدخل اليوم نتاع لحزب دافع عليه الحزب دافع عليه، وانتو تسمع اليوم شنو قال على الحزب نتاعو وما دلت زيمو دونك بالكتله نتاعو بالحزب نتاعو. هذا يا سمير ديلو اليوم في التدخل. انتخابات 2014 تعرفوها شنو عطات جزء من المشهد، ما يؤمنش بالعداله الانتقاليه والا يؤمن بها ويخفي في صدره خلافها. انا ما لا اخشى ان نسمي المسميات باسمائها. انت قلت لي اني عضو مجلس النواب اللي صوت على مشروع قانون المصالحة اللي أنا كنت ولا زلت أعتقد أنه غير دستوري، مش هذا ترجع الأمور النصابة وذي قلته في ندوة متاع محامين، وأنا انتمي لكتلة منضبطة منيش باش نسميها باش ما نعملهاش دعاية، ولكن صوت ضد هذا القانون وأتشرف بذلك، ونعتبر أن فيه استهداف مباشر مش العدل الانتقالية فقط وإنما للانتقال الديمقراطي في تونس. نرجع لهيئة الحقيقة والكرامة شاكر، هما موزايك مثلا على مصدر ليها قالت انه مكتب المجلس باش يجتمع نهار الخميس 8 مارس لاتخاذ قرار بخصوص التمديد بسنة لهيئة الحقيقة والكرامة، دونك القرار اللي خذته الهيئة.
هو منعش إذا كان مجلس النواب اليوم عنده صلاحية في تمديد ولا مش تمديد، لأنه القراءة القانونية واللي اعتمدتها هيئة الحقيقة والكرامة حسب الفصل 18 من قانونها راهي تمدد الروحة. يعني أنتم مش تتلموا كمجلس نواب على أي أساس؟ هو قانوني، هو القراءة معتها فيه مفتوح على جانبين، لكن أنا صراحة شاكر خلنا نهرب شوي. يمكن المشكل ما عادش في هيئة الحقيقة والكرامة، ولا المشكل في شخص السيد سهاب بسدرين. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها مش نبدأ واضحين. أنا ما نشكش أنه واحد في تونس ضد مسار العدالة الانتقالية، حتى يفهموا الساعة حتى التواسة بصمة التواسة مش فاهمين المسار. أنا على الأقل خلينا لحد عرفي، أنا على الأقل لحد عرفي أنا، صحيح يمكن فما ناس أخرى، أما أنا كي شيء ما تصار نود مش مشكل. أما هي لعقدة المسألة هي واحدة، لكن شو أقول أنا، مهما كان شخصها وحديتها واعتراضها حتى على قرارات المحكمة الإدارية إلى غير ذلك، ولا شنو اللي يصير في الواحد، أنا مشكلتي في العدالة الانتقالية. أنا كشخص نحكي كشخص وحزب زده ولا مش ولا مشكل. كشخصك هو كنائب حتى في الحزب، خذها علي، خذها من عندي حتى في حزب به مددوا، لأن شنو المشكل؟ كي هو مش سؤال غادي راهو، انتم هل عندكم الحق تمدوا لها ولا لا؟ شنو يقول لك هو معناتها هي قرار الهيئه، قرار معلل يمشي للمجلس النواب، يمشي للمجلس النواب يقول قال شنو هو بوات بوستال باش مو باش ياخذ فيه حاجه. شوف توا انا نحكيك على الخيارات توا، على اي فما عندهم زوج خيارات، نحب نفهم انتم على اي قراءه قانونيه تعتمد. نكمل لك، مش كمل مهما كانت القراءات، عندنا خيارين ثلاثه لهما، يا اما باش ننظر في التمديد نمددوا لها ولا لا، واضح ولا ما هي جايتكم راي وهي مد الروحه معناها ماهيش تستنى في التمديد منكم كما اسلم نور. اسلم يا اما المجلس باش يمدد لها، يا اخوي اكراما لمسار العداله الانتقاليه ما ندخلش في اشكاليات، نمددوا للهيئه الحقيقه والكرامه، راه ماناش باش نمدد للسيده سهام بن صدري، واضح، والا ما نمددش وندخل في نزاعات. باهي انتم شنو موقفكم؟ نحكي ككتلة وك كوطني حر، احنا مع التمديد لهيئة الحقيقة برئيس والكرامة. آخر قد يكون برئيس آخر، معنا حتى فلا. إشكال مزيرة وعنا سد شغور، ما هيش النصاب نتاعها غير مكتمل الهيئة، فما زاد كيف كيف أعضاء منهم اللي أقالتهم السيدة سهاب بن صدري ربحوا قضايا وخذوا معناتها حكم من المحكمة الإدارية ورفضت باش تطبقوا مرجم. يعني إشكال، علاش قلت لك أنا راني سميت لك باللول، أصل المشكل السيدة سهام بن صدري، وراه هذا موش في شخصها، في صفاتها، الأشخاص ما تعنينيش. جور شوف، أنا منيش متفق تماما أنه المسألة تتعلق بشخص سهام بن صدري، وإن كان هذا الموضوع عنده أهمية كبيرة، فما برشا ناس سهام بن صدرين شخصية غير مرغوب فيها من طرف عدد كبير من الفاعلين السياسيين، ومن قبل ومش من تو. علاش؟ علاش؟ لأنها حادة، كانت شخص حاد، وكانت معارضة شرسة لنظام بن علي، ومن وقتها نفس الأشخاص يرددوا في نفس الكلام على سهام بن صدرين، ارتكبت فيما بعد أخطاء كثيرة. أنا أعتقد أن غير وقلته لها الكلام هذا مباشرة، معناها أنها ما هيش أفضل شخص كان يتحمل أعباء العدالة الانتقالية، لأنها ما هيش ناتر في العملية، هي كانت معارضة شرسة لنظام بن علي وأحد ضحايا نظام بن علي، ما تنجمش تكون في نفس. على كل حال، ثم العدالة الانتقالية تحتاج إلى وفاق وتوافق حولها. شوف، تجارب العدالة الانتقالية في الدول الكل ما نجحت إلا لما يكون عندها رافعة سياسية، يعني لوفيي بوليتيك، بمعنى أنه مثلا في المغرب كان ملك المغرب دافع، هو معناها الناس حتى المنظومة كانت يعني مدعومة مشدودة شوية هكا وخايفة، الملك مشى للآخر. في جنوب أفريقيا يلافع لأنه يكون فما نيلسون مانديلا باش يدعم منظومة العدالة الانتقالية. في تونس اليوم منظومة العدالة الانتقالية لا داعمة لها، لا رافعة سياسية لها، هي الطبقة السياسية الحاكمة بجميع أطيافها الحاكمة رافضة للعدالة الانتقالية. علاش حتى النهضة اليوم هزت إيديها على هيئة الحقيقة والكرامة؟ النهضة لما صادقت على قانون المصادقة، أنا متفق مع سمير ديلو، النهضة لما صادقت على قانون المصالحة هي إشارة وإعلان على رفضها لمسار العدالة الانتقالية أو تنكرها أو تنصلها من هذا المسار اللي أطلقته هي، وهي اللي ساهمت في وضع سهام بن صدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة باتفاق مع رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي في نطاق التوافق. سهام بن صدرين تم يعني تنصيبها في ماي 2014 بعد صفقة التوافق، وفي إطار يعني لوكيت اللي اتفقوا عليه
أنكيت كامل بما فيهم سيام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، وتم الاتفاق على هذا. اليوم الطبقة السياسية الحاكمة متنصلة من مسار العدالة الانتقالية، وذلك علاش نقول أنه يتم التمديد ولا مش ما يتمش. المسار هذا لن ينجح حتى وإن كانت سيام بن سدرين تحاول أن تنجحه، تحاول أن تخرج بنتائج، تحاول أن في آخر المطاف تخرج التقارير الحاجة بهم وما تقولش أنه فشلت في إدارة مسار العدالة الانتقالية. وهذا طبيعي من ناحية الشخصية، أن الإنسان يحب ينجح في مهمة أوكلت إليه ويخرج في نهاية الأمر ينفذ ما جاء في القانون. ولكن التوانسة ما يشعروش اليوم أنه فعلا وقع مسار عدالة الانتقالية فيه محاسبة ومصالحة. لكن انت قلت، سمحني سي جوهر، انت قلت انه العدالة الانتقالية لازم داعم سياسي، هذاك علاش، وهي مسار متكامل. معنى اذا كان الدولة ما تعاونكش والمكلف العام يزعل الدولة ما يدخلش معاك وما يتعاونش معاك، شوف كل كيفاش تعمل العدالة الانتقالية، مش المحكمة العسكرية فقط، كل هياكل الدولة او اغلبها عطلت عمدا مسار العدالة الانتقالية ولم تتعاون اطلاقا. لا يظهر لي رئيس الحكومة خرجت القرار في علاقة بصندوق الكرامة مازال كيصدر، ايه يعني هذه حاجه ايجابيه. شوف الوصول الى المعلومات، كشف الحقائق، التحقيق في الجرائم اللي تمت سواء في علاقه بحقوق الانسان او غيرها، هذا يتطلب تعاون كبير من كل الادارات، من المحاكم، من الارشيف، من الداخليه، من وزاره الدفاع. هالتعاون هذا لم يكن موجود، لم يتوفر ولن يتوفر، لانه الطبقه الحاكمه الان ليست معنيه بانجاح مسار العداله الانتقاليه، هي غير معنيه اصلا بكلمه ثوره. معناها التمديد بالنسبه لك انت سي جوهر زايد اليوم؟ انا اعتقد انا لو كنت مكان سيهان بن سدرين، انا لا مانيش نقدم لها لا في نصايح ولا حتى شيء، لو كنت مكان سيهان بن سدرين منذ مده راني قدمت استقالتي واعلنت فشل المسار هذايا، حتى اترك للاجيال القادمه. يعني لانه شنو ينجم يقع اليوم؟ انه نجم نسكروه الملف هذايا ارتفيسيال ما، يعني نضغطوا تاخذ التمديد وفي الاخر تخرج التقارير نتاعها ونسكروا ونصحوا ونعملوا تصفيقه وعملنا العداله الانتقاليه، لكن في الواقع ما صارتش. انا نفضل ان الجرح هذا يبقى مفتوح للاجيال القادمه، ربما الجيل القادم يكون عنده الرافعه السياسيه تتوفر من اجل اجراء العداله الانتقاليه. وخسارتك المليارات اللي صرفناها على انا اعتقد انه على أنه, انه انه مواشي، رغم ان يعني في القراءه القانونيه نعتقد أن الفصل 18 واضح في قانون 2013 في منح الصلاحية، سلطة القرار في التمديد تعود إلى مجلس الهيئة، وأن البرلمان يقول الفصل 18 رغم أنه مجلس الهيئة ما عندوش نصاب وتحيل القرار إلى مجلس النواب. أنا معك الفصل 18 واضح، لكن هذه الهيئة اليوم نصابها ناقص، هل يمكن أن تصدر قرار الهيئة ذي بالتمديد لنفسها وهي عندها نصاب ناقص؟ لا انا نعتقد انه المسار هذا الكل الان غير ذي موضوع. جاوبني على النقطه ذي على الاقل. لا يعني اذا كان هذايا هو الواقع، يعني تولي الهيئه ما تنجم تاخذ حتى قرار، ما تنجم تاخذ حتى قرار، وهذايا من اشكال العرقله اللي وقعت للهيئه، تكون عرقت روحها خاطر عندها قرارات، عرقت روحها عندها ناس. شوف ناس ترضي ناس مو مرجع الكرامه، تعرضت الى عرقله من داخلها، تعرضت إلى عرقلة من خارجها، تعرضت إلى كل أنواع التعديلات وغنطت في روحها. خلي طارق بالله، طارق يتفاعل على النقطة ذي سي جوهر. كله على أساس أنه اليوم ما فماش قناعة لدى الشعب، لدى السلطة الحاكمة ولدى العموم بأنه مسار العدالة الانتقالية ضروري لطي صفحة البعض. نختم معاك طارق بسرعة. سمحني بربي جوست حاجة طارق، كي باش تحكي على الفصل، المشكل الميزانيه ما تطرحش تدخل تجدد الروح، لكن هي اي ميزانيه هذيك مش تكفي، هي باش تزيد عام هذيك تقول عليها صدقوا المسائل التقنيه ونكمل في الناس. سمحنا نختموا بها نزيدوا الفرضيه الاخرى اللي هي زاد الهيئه عرقلت روح، خلينا نكونوا واضحين باش ننبه. اما بعيدا على الاجيال القادمه والرافعه السياسيه، انا نخير حل خير من الحل اللي مشيت له انت جوهر، هو انه خلي تعمل كيما هو والاجيال القادمه تزيد تكمل على الحاصل والمحصول. نختموا جوهر، خليوها محلول، نختموا تو باش نعملوا شويه زاد كيف ما سمير ديلو حكى على قانون المصالحه وقال حتى التو هو قانون مش دستوري، زعم المحكمه الدستوريه باش نحكي عليها بعد شويه تنظر في هذا الموضوع ولا تنحكيه بعد الفاصل. لكن نوفيه بخبر رياضي
نفيو بخبر رياضي ومعاه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري اللي تعدى اليوم للدور الثاني لدورة زوهاي الصينية بعد ما ربح اللاعب الياباني إن شاء الله ننطق اسمه صحيح يوسوكي تاكاهاشي. سهل لا مش غلط. قعد لدرينا علي نهار كامل شنو جبت ننطقوا ربحوا يوسوكي تاكاهاشي سي بون نطق صحيح ربحوا بستة واحد ومن بعد بستة اثنين. الدورة هذه اللي بدات البارح تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة ومالك الجزيري باش يواجه في الدور الجاي لاعب صيني رتبته 258 عالميا. لقيت اسمه صعيب الحقيقه ما حبيتش نحطه حبيت لكن هوني قلنا باش يواجه اللاعب الصيني هذايا شاكر اللي رتبته 258 عالميا في المتناول. علاش سي طارق؟ خاطر اللاعب التونسي نتاعنا مالك الجزيري فوالا خاطره في المرتبه 84 خير منه خاطره في النادي 100 اوائل في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين اللي خرج التصنيف البارح نهار الاثنين. مالك الجزيري طلع ب 33 مركز ويحتل المرتبه 84 عالميا خاصه بعد تألقه في بطوله دبي المفتوحه الجمعه اللي تعدات وصوله للدور نصف النهائي. ممتاز أنس جابر عامل مجهود زاد ممتاز يذكر بصحة اللاعبين نتاعنا في الرياضات كيما التنس وغيره ونتلاو اكثر بالرياضات الفرديه لانه الرياضات الفرديه حتى دعم اي ماهمش ماخذين حظهم جمله كل ماشي لرياضات ما تجيب حتى نتائج. صحيح سمعنا عزب سبيس التصريح نتاعها البارح تبكي وتتشكى وتقول ما عادش عندها لا دعم مالي لا كيفاش تخلص صحيح فما البارح كان الشيء في وزاره الرياضه وقالوا لي عندها الفلوس وعندها الدعم عندهاش فلوس هي فاتورات تمشي خلص بها مسكين بخلي على كل مجال اخر. شكرا لك ياسمين يعطيك الصحه على حصلت اهم الاخبار. اذا كنت تحبوا تفهموا شنو هي المحكمه الدستوريه علاش تعطلت المحكمه الدستوريه حتى لتو بعد تقريبا اربع سنوات من انتخابات التشريعية 2014 بعد الفصل نحكيه في هذا مع ضيوفي.